السلام عليكم متابعي قناه هل تعلم. الثقافه اليابانيه رائعه لانها جمعت ما بين التقاليد والحداثه في نفس الوقت. والتلفزيون الياباني يعرض الكثير من البرامج الرائعه والمجنونه والجميله والطريفه وفي بعض الاحيان حتى العنيفه. سنتعرف اليوم على بعض اغرب اشياء عرضها هذا التلفزيون الياباني. برنامج اي كي بينجو. يتنافس فيه اللاعبون على المراوغه حتى لا تلمسهم الكره ولو لمست احدهم فتقع عليه العقوبه ومن اهم العقوبات تفجير حشره داخل انبوب على افواههم برنامج جابانيزي جوينغ جوينج جونج ينتج هذا البرنامج في كندا ويبث على التلفزيون الكندي أيضا وتلفزيون يو اس ديزني ويتنافس فيه الأطفال مع بعضهم البعض على تحديات عقلية وبدنية والمتابعون يحبون مشاهدة الملابس الغير التقليدية فيه التي يرتديها الأطفال وخاصة الإنجليز واليابانيون برنامج ديكسون تسوكوبا هذا البرنامج عبارة عن عرض موسيقي مليء بالألوان البراقة وقوس قزح ويتنافس فيه الأطفال على عزف الموسيقى ويبث في الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المساء على الرغم أنه للأطفال وليس للكبار برنامج توري في هذا البرنامج لابد أن يجيب المتسابق على سبعة أسئلة خلال ستين دقيقة قبل أن يتم تحنيطه على قيد الحياة ويلقى به إلى كفن وإذا ما فاز يتقدم إلى مرحلة أصعب برنامج لننهي العالم يبثه تلفزيون نيبون حيث يستكشف المتسابقون تجارب لم يتعرضوا لها طوال حياتهم فعلى سبيل المثال وضع في هذا الصندوق المذيع آياكو إيموتو ليشاهد الحياة البرية عن قرب لكنه هجم من طرف دب هذا شيء صعب جدا برنامج ديرو جميعنا في هذا البرنامج نرى الرعب على وجوه المتنافسين مع تشغيل الموسيقى المرعبة في الخلفية ولا بد على كل متسابق أن يقوم بألعاب بدنية صعبة جدا برنامج الحياة بعيدا عن الجوائز مع دين باشونن الحياة بعيدا عن الجوائز مع المذيع الكوميدي ديبنا شونن يقدم سباقا بين أشخاص يسجنون داخل منزله ولا بد أن يحاول الحصول على المفتاح للخروج ومن يفوز يربح مليون ين برنامج جاكينو تسوكاي معناها باللغه العربيه هذه ليست مهمه الاطفال ويلعب فيها الاطفال لعبه العقاب ويتنافس فيها اللاعبون على القاء النكات والمقالب على الاخرين ومن يضحك كثيرا يعاقب بعقوبه مضحكه وهو برنامج تم عرضه منذ عام 1989 يعني... شاومي تعلن عن هاتف شاومي ام اي 4 اس خليفه ام اي 4 بمواصفات فنيه عاليه وتصميم جذاب إلى جانب هاتفها الرائد شاومي إم أي 5 الذي أعلنت عنه، كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتف آخر لكن بمواصفات أقل هو شاومي إم أي اس ليكون خليفة إم أي 4 خصوصا من حيث التصميم، هذا الهاتف مزود بهيكل من الزجاج في الأمام والخلف وبإطار معدني في الوسط، المواصفات العتادية في شاومي إم أي 4S تبدأ بشاشة بحجم 5 إنش تعمل بدقة فول اتش دي. ويعمل بمعالج سناب دراجون 808 سداسي النواة مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 3 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت قابلة للزيادة عبر منفذ بطاقات مايكرو اس دي في خلف هاتف ام اي 4 اس توجد كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل مع ميزة التركيز التلقائي PDAF وكذلك حساس للبصمة ويدعم شبكات الجيل الرابع للهاتف النقال جي 4 ال كما مزود بشريحتي اتصال دوال سم منفذ يو اس بي تايب سي بطارية بسعة 3260 ملي امبير مع ميزة الشحن السريع كويك تشارج 2 وسيتوفر بأربعة ألوان هي الأبيض والأسود والذهبي والوردي بسعر 314 دولار رابط الهاتف موجود في الوصف ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه جميع الحقوق محفوظه لدى قناه هل تعلم